هسه احنا وين رايحين؟ اسال عمك. هسه شوف قازين ومرتاح فيها. ابو جحيل انا كلش تعبان. مهند اتحمل وبعدها تحكي. وإذا حصرنا؟ تموت رجال. اللي انت متاكد السياره المرسيدس خالها من رجال بامان؟ شكو عليها؟ سياره مؤمنه. بعدها مو بلاش. يناورون بالسيارات بذكاء، وإذا استمروا على هاي الحالة وصلوا ذيك السفوح جهودنا كلها تروح بلاش. احنا انطينا اخبار لكل مفارز الطريق سيدي، بس مفارزنا ما راح يعرفون، لان احتمال كل ساعتين يبدلون سيارة. الله بالخير. كاكا ايش عندك اكل جيب لنا؟ اهم شيء قور الشاي بالبدايه. هذا وصل. ابو جحيل الوضع كلش تعبان. وعلى جل غرفه ونوفق فيها. تسلم. من تصفى الامور ترجع لي غير؟ وهو منو قال لك الامور راح تصفى؟ يعني ماكو امين. اسكت انت. مهند انا شايل همك ومتألم لحالك. كان عندي رسم في الشيء تماغي لوضعك لحالك. ايش اسوي؟ ولد الحلال غيرتهم صاعده علي. طلع اجيب باكيج قاعد. مهند انا شفت القويانه هي محنه ساعات وتخض. اخوك وجماعته لاحقين وطلعوا قدامنا. شنو؟ وين نروح؟ ورانا المفارز وقدامنا ضابط ربعه. طبعا ما نقدر نرجع لان السياره المخطوفه حتما هسه اهلها بلغوا والاشارات وصلت لكل مكان. ما ادري اذا واحد من عندكم مفكر يحفر له حفره وينام بيها بهذا الجبل، بس اللي ادري بيه احنا بعد ما نرجع لورا
بقول لك فاكين حلوكم علينا. بعدين وين نروح؟ هذا المكان ما عليه شبهة. أنا شفته ناخذ لنا في غرفة للإيجار هنا في المنطقة. ندفع ضعف وناخذ لمار. أنا قلت ما نرجع بس. ما قلت نبقى. بعد شنو؟ نتبع أثر أخوك وجماعته. مدافتين. يعني نصير خيالهم. يرجعوا ورانا شلون؟ ما يرجعون. إذا ما يسووا حملة بحث تنتهي بأعلى نقطة على الحدود. مو تسرعنا تبديل السيارة؟ لا. ما سرعنا. ولا كان خش الساعة عليك بلال على الكازينو. وأنت تعرف النتائج. الإخوان بالمكافحة بعد ما واصلين. لازم واحد يبقى للمراقبة إلى أن يوصلون. يبقى مفوض خميسي. خميس؟ نعم سيد. واجبك نعم. واجبك سيد. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ انتظر. جيتك. ليش؟ ما اعرف. بس كنت تفهمين هالرغبة الايام راح اجاوب بعدين. وين تريد توصل بالضبط؟ ما أحد. يقولون شخصك مريض. ما جربوني. كلام من كلام يوصل. طيب ليش ما نجرب؟ الكلام ما إلى أي قيمة من غير تطبيق. بس أنا إلي وضعي الخاص. قلنا إنه وضعنا. بس القناعة هي أساس تصرفاتنا. وتقانع بوضعك؟ وإلا ما جيتك. شو تنتظر مني؟ أنت تفهميني بس. يعني مو بالنسبة لوحدة مرتبطة. العبرة مو بالارتباط ميعاد. العبرة بمعانية. وإلا اللي تحقق شنو؟ خسارة. نعم؟ يعني خذلان وبهذلة وتضحيات ما إلها موجب. شو تقصد؟ شوف بهذه الكلية ما حد ملتهي بنفسه بس. كل واحد مشغول بالآخر. يفكرون باتجاهات متعددة وكل واحد يدور على أجوبة لأسئلة هواية براسه. أنت ليش ما تخش بالموضوع على طول؟ أقول يعني الناس ملتهية بأوضاع غيرها، يعني تراقب هذا وين يروح، ذاك وين يجي. وشنو اللي وصلك من خلال هاي الملاحظات؟ أنت رايحة بمشوار خاسر ميعاد، ويا ناس هم الخسارة بعينها. بطل هيك أسلوب، تكسب بيه ناس، عيب، عيب تدور ملفات قديمة، الناس مالك سلطان عليهم. من رخصتك. هاي ليش جيني لهنا؟ حتى انطي ما
رجال الشرطه يبتعدون اكثر، فهمت؟ هذا الشخص ما ادري وش شايفه. أخذ قنبلة زمنية وزرعينا إياها هنا. خاف بالعلوة ويا أخوك شاهر. لا لا لا. زين. محامي ويا أبوك. لا. هذا شايفه بالبيت. وين؟ ويا بلال بالمكافحة. شش. شعر كيفك. السيارة على كيفك. وين فوجينا البعيد عشان حسبتنا صارت كل حسبت العدو من امامكم والبحر من ورائكم. جبتوا لنا منطقه محصوره. شو اقول لك؟ نايضع جبل. شوف الدم عليك. شوف عاد شفت باكر على الحدود. متأسف أقول هذا سامي، بس الواقع هو هذا. كل بيت ولا مشكلته. هذه مو مشكلة بلال. المهم نطوقها للمشكلة قبل ما تستفحل. ظاهر هواي أمور هناك تحدث، وأنا هنا أنا كل شيء ما أعرف عنها. لا تخاف، مركزك ما راح يهتز والامور راح تمشي على حالها. بس المهم تبلغنا. حتى تعدنا بلال؟ لا ما عدنا، بس وقفه. هذول اربعه سامي، اربعه. ايش تتوقع يجي هنا؟ يتوقع. لان ما عنده مكان يلف بيه. بعد ما جرب كل المكانات. راح تتربصوا له بالفندق؟ نتربص له بالمكان اللي لازم يكون به. اني لا تحير. اكو محاكم وراح ياخذ جزاء. ما اقدر اضمن لك منذر. ليش؟ تعرف انا مشغول بفندقي. وذولا سواح عراقيين، عرب واجانب، وما اريد تصير هرجه هنا. تعرف تاثير هذه على الفندق؟ شو راح تسوي؟ إذا جاء ما راح استقبله، ما راح يلقي سكن.
راح يجوك بهويات مزوره. موظفي الاستقبال ما يعرفون هالشيء. راح توصل المكتب هويات طالبين حجز، راح اعرفه. بس ارجوك بنا تاخذ جماعتك وتدور عليه برا الفندق. خايف عليه؟ لا، هذه مصلحه عامه. لا مو عليه، عليه. كان امل بثينة اجيبها هي وبناتها اللي هنا كم يوم. اعتبر مكانهم محجوز، اذا مو بالفندق بالبيت. بس خلص خلص خلص، افتهمت. انت ليش تسوي هالشكل؟ ترس بطونهم تكسب قلوبهم؟ بس انا احب واحد وما راح انكت فيه. هاي اذا ما نكت فيك ظروفه صعبه. بعد خلينا احنا على الهامش. تصيد دري؟ تسمحين؟ ميعاد، أنا أول مرة شفتك حبيت هالإنسانة تاخذ مكانتها بنفسي. حاولت الاقتراب منك، شفت الأخينا من لا في داير مدايرك. هذا مو أخينا، هذا منذر. والنعم ما قلنا شيء. إيش رايك بالضبط؟ اللي يطلع مني ذيك أنحو الله. بس أنا ما عندي وقت للعب والرسائل الغرامية والمواعيد والسهر. خلاص قلبي من ذني كلهن. هسا أفكر براحة بالي. ميعاد، أنا هم بريد راحة بالك. بيش؟ بيش بتريدين؟ يعني اللي ببالك يصير. ومنذر كل من قسمته مدغار. أنا ما غار من واحد راح يصير ماضي بالنسبة لحبيبتي. ومن يقول منذر ماضي؟ إيه لا تخلينا واضحين، أنا أحب على عيني وعلى راسي. وانت وراي ما دام هالبسمة مالي رجل. شو هلبس؟ أشوف فيها أمل. جزء عطف مقبول، مجاملة هم مقبولة. أنت بالضبط إيش رأيت؟ رأيتك أنت بعد بيش خصائص حلوة. مثل إيش؟ المهابة، الشخصية، الطموح. وبعد؟ أبوك شو يشتغل؟ تاجر. We'll be right back.
شباب يراد احد يتبرع يروح الفندق. احتمال بلال موجود هناك. احتمال غير موجود. يجوز شافنا وماخذين طريق اخر. بعد ليش جينا هنا؟ حتى نناور. ام صحيح. لازم يحسون احنا موجودين بهذه المنطقة وغير موجودين. مجدتي. تعال يا فهد. المهم سيد العصابه بتجاوزوا المنطقه والمفارز دي راحوا المنطقه كل الزين. شفت 4000 من المرسيدس؟ انت شنو كاكا شنو على شنو دور؟ ما جاوبتني. ما شفت 4000 من المرسيدس؟ كاكا انت شايفه طريق ورانا؟ زاويته اكو هناك هم يبيعون. انت شايفه البريد؟ اكو هناك نزال يا معجار، يعني هم اكو مرسيدس مرسيدس واي مرسيدس ولا كاكا تشينو شو ضيع؟ تفضل عزيزي تفضل. الله وياك. ايه كاكا الله كاكا بما الله بما الله كاكا بما الله. السيد همك ما تقلل يا يما. شو تسوي لعد؟ الناس محتاجتك هناك. كل طفل يتعافى على ايدك. الف ثواب ينكتب لك بالاخره، والف ام تدعي لك. ما أظن الأمور تتعدل. خوتك واحد يبحث
شفتي؟ هو هذا المهم، هذا الشيء اللي الواحد ما يقدر يعوضه ابدا. يوم المهموم يضر بشغله اكثر مما ينفع، وانا ما اريد، ما اريد اشتغل بدون رغبه واحس مكسور. انسي انسي كل شيء. هل يجب سنهرب بشغلها وما ستشوفي؟ اكو شيء ينسي شيء، شغلك مو سياحة ولا قضية وقت، شغلك هم مكان هم، وهم الشغل راح مو مثل هم الفكر. هذا ياكل العمر بنتي. Thank you.
يعني ايش وقت نبقى هنا؟ ما ادري. يعني نرجع لبغداد؟ غير لما يزول الخطر. اي ادري. منذر اذا عفتوني اقدر اوصل لوحدي. سيفي زعل. بعدين ما تقول لي ايش عندك هناك انت؟ امك راح تتزوج وتخلف غيرك وتنساك ببيتك على حافه القبر. ايش عندك هناك؟ ليك باع اللي ورا؟ بعدين انت بتدري الجماعه هسه زارعين عيون بيت ببيتك وبيت امك؟ يعني اذا توصلهم يصيدوك يصيدوك حتى لو تعلق. بس انا رجل. انا راجل. زين. منظر. ساعدني؟ على هزيمه لا. سأل لو ياكلون يضعفوني؟ نحتاجك. حتى انت؟ هي حتى اني. روح روح. روح شاركهم بالفرح. لا بعدين عبالهم دري تامر عليهم. يلا روح. ما اعرف قدس. اوه لك روح بابا. تعلم تطيع. يجوز باكر عقب الله يوفقك وتفتح لك فتح عصابه على حسابك. تعلم تطيع حتى تطاع. روح يلا. سامي الحقني أنا بمحنة سامي. أنا بمحنة وأريد عونتك، وهذا شمال طويل وعريض. انصر أخاك منذر. أنا ظالم ومظلوم أدري. يعني تريد تفرط بدمي؟ أنت تلفت نفسك منذر. ارحمنا ارحمنا. تتبرى مني؟ تتبرى من أخوك؟ من يسألوني أنكر أنت أخويا. الواحد يشرب بالمفاخر مو بالمبادل. ودمنا ولحمنا. أنت عضو فاسد منه. معقولة؟ اسأل نفسك.
ليش الشرطه كلها تدور عليك؟ ليش هالشكل منذر؟ انا اريد اختفي، اريد اخلصهم مني، اريد ابتعد، اريد ابدا حياتي من جديد. وقت الاوان منذر سامي، ساعدني حتى ما اقتل، حتى ما اعتدي، حتى لا انتقم اكثر. ساعدني سامي ارجوك. بيش؟ بكل شيء. فلوس؟ ما معتازة. طبعا الحرام السلاب يعتاز. انت تعرف المنطقة واهلها، سوي لي شارة ارجوك. عربك يعني؟ انطي فلوس، 5000 10000 اكثر. أنا بورطة وأنت أملي الوحيد، أريدك تساعدني، دزني على ناس وقف. شو أقول لك؟ ما عندي سابقة بالتهريب، وهذا الشيء ضد القانون. بس واحد بهرب جهاز فيديو عقوبته معروفة، بس مو أهرب مجرم، مستحيل. أنت إذا توديني الطريق مسدود، يعني شلون أقتل البلال؟ تفضل، حتى أخوك مستهدفه، ما تكفي الرصاصة، هالمرة تريد تقضي على حياته؟ شو تريد منه بعد؟ أفهم من هذا ما تريد تساعد. منذر روح أخويا روح. يعني روح أقول لك جبان مير هالشيء تطلع، هذا اللي يقدر يسوي أخ الأخو المجرم. روح. طول عمري أحسك غريب، عمري ما حسيت بيك أخ. بس أنا حسيت بيك، حسيت وانت تسرح بدماء الناس، حسيت بيك وانت تسرق اموالهم. قل لي انت شنو؟ وريث العصور الهمجيه؟ يعني صعب على الواحد يكون انسان؟ ممكن الناس يشابهون حتى لو اخوه. شوف بس التلفزيون. إنه ويش؟ لازم نشوف كل شيء صدق. أشوف أكو شيء باقي. لا تدير بال. لازم نحد لأخو. لا مرح. رحت علي. أقول لك مرحت. وإذا سيف يضرب أنا أزعل، وإذا زعلت عرف شنو؟ تلقى نفسك بحضن أمك نوال. بس بدون شفن يلا. إجازة طويلة. توقعت هذا الشيء. بس ما أدري. ليش زعلانة وياي؟ هذا من حقها يا أخي. يعني سأنا مقصر. والله هذا الشيء أنت تقدر. بس صدقيني أنا ما زلت على مشاعر الودية تجاهها. عود حلوة هاي مع المشاعر الودية تجاهها مو؟ أنت تستفهم كل شيء. ما يعجبش أنا ما تفهم. انت ليش بتكونين واضحه وياي؟ رائد انا رايد اقول لك شيء بدون تعابير طنانه ولا اخذ ورد بالحكي. انت رايدها للبنيه؟ طبعا رايدها. طبعا رايدها، احبها ومستعد لكل شيء. هي منتظره هالكلمتين، مستعد لكل شيء.
تدري شنو معنات مستعد لكل شيء. أضحي بالبعثة مالتي. شفت؟ هذا يأكد ظنوني بيك. أمل أخوها مجرم. ويمكن يعني هذا احتمالي آخر سفري. وموقفك أنت لعش شنو؟ أنا أحب سنار وخلاص. بس مو بالضرورة أتنازل عن فرصة يعني ما تتكرر بالحياة. إيه. الزواج دائما موجود. لكن هيك فرصة ما تتكرر. هذا حقك. ثاني مع ذلك يعني مستعد اضحي بالبعثة لاجلها. هذا الشيء انت تقوله، لازم تاكد لها انت صادق بكل كلمه تقولها، ولو انا اشوف العكس. يعني شنو انت ما تثقين بي يا اخي؟ انت مو واضح. يعني ما انكر وقفتها الي بنكرندات اثناء علاجي وتشخيص حالتي. هي هيجي اصلا البنيه تنحط على الجرح يطيب. أمل أنا ويا نفسي مرات أتخذ قرار، يعني أنا ما متأكد منه، أو أول كلام أنا ما مؤمن به. إشكالات البعثة بسبب الزواج. رائد أصلا لو تلقي سبب آخر كان قلنا هو هذا العذر. يا أختي لعد هذا مو عذر. إيه ما دام هذا عذر شكو متعب نفسك وشاغل فكرك وشاغلني وياك مسافر. ليش لو بابا؟ يعني ما راح يتابعونهم؟ إذا ما تكمل التحقيقات يرفع على الوضع. ليش؟ هم مو أثروا على البرازيلي، وهذا أبو المقاييس مو شاف المرسيدس، والشرطة مو شخصت المرسيدس يوم الحادث؟ هذا كله صحيح. زين. بس أبو المقاييس ما شاف حادثة الهجوم على سيارة جليل، ولا شاف سرقة المبلغ. يا بنتي يا سعاد، هذه القضية طويلة عليها. إذا ما تلزم العصابة وتعترف، جليل واخوك يبقون جو. يا ساتر يا رب. اقول اخت الجو متعقده بالغرفه غير هي غابت مندرفن. بابا الله يخليك، احكي وياها كلمتين وحاول تكون لطيف وياها، ترى اني عاد دايخه وانا كلش خايفه عليها. تنسى لا تخافين عليها، وبعدين تتخرج ويجيها الف عريس. عرفتي آخر الأخبار؟ أدري ما طلعوهم. طبعاً أنت حزينة وقلقة على القسمة اللي راحت مثل ما يقولون، بس أحب أقول لك شغلة ميعاد. إذا هذا أخينا بالله تريد أفندي مريش من صدق مثل ما تقولين وجاي على حب الله، فأهلاً وسهلاً. والله دماغي مدى يتقبلها. عوديه عزيزتي، عوديه، لأن منذر هذا فتحالة ما يقوس منها، وهذه فرصة، بس خليش ثقيلة. هو خوش شاب، لما نجربه غير ونشوفه كأي ابن أوادم وابن أصول وجاي يطلب إيدك. اليوم ما عدني نطلع برا. شوفي ميعاد، أنت لازم تستفادين من تجاربك، لأن بعدين ما حد يشيل همش ترى. لازم تنجحين، وهذه نصيحتي، خليها ترشية بإذنك. أني أول مرة أطلع عن شور أختي وأجي وياك. لأن شابة وناضجة ولازم أصير عندك كلمة. ما توهنا شلون يعني؟ ما نفكر ما نصرف. ميعاد أنت مو صغيرة، وباشر عقبة بيد الشهادة الجامعية. أنا طلعت وياك حتى أثبت لك حسن نيتي. ونعم ما سويتي. وأنا الحقيقة تعجبني الشابة اللي تقدر عواطف الناس اللي يحبوها. وأنا أحبش ميعاد. ناس صعوبة، كل شيء ببدايته صعب، بس احنا علينا تليين الامور، وترى مثلين اذا ما نتصرف بضمير نقي وقلب مفتوح. حلو تحكي، بس انت احلى من كل كلام. كانت فتشي يشبه الحلم. تخيل
بأيام الشتاء البارد وبعز المطر ألقاها واقفة جوا منطقة المصلحة تنتظر ولا تدير بال. من أجي نتمشى بدون ما نحس نغرق بمية هدومنا ونسولف سالفة تجور سالفة، نشوف أفلام، نخش مطاعم، نطلع سفرات ويا الأقسام الأخرى بالكلية. ولا فد يوم تأخرت أبد رغم تصرفات التجاهل وياها. أيبا ميعاد كانت وردة، أحتار أحتار وين أزرعها. دائما نشوف اللي راح من يدينا غالي وحلو، بس ميعاد بعد ما ترجع مثل أحلامنا بالأمان. خلاص كل شي انتهى.